انا ما في مني، انا فلسطيني، كل الناس بتغار مني، صني يا رب منهم واحميني، خليهم يحلوا عني. كل شي عندي منه اتنين، مية بير ومية عين، مية بلدية بتيجي يومين وبترجع تنقطع الشهرين. ولا الكهربا ليلي عين، احكي لكم ولا اطنش، لما تشتي ولا ترشرش، دغري بتقطع او بترمش. شو هالحكي خفوا علينا شوية، محرومين حتى من المية، بدها شوية مسؤولية، ندفع عليك وندفع علي. ولا الراتب لما بينزل، اذا نزل بينزل نصين، نص الاول عمري ما شفته، والنص التاني للدين. بطل حدا يسأل بالتاني، كل واحد بده مصلحته، والمسؤول عامل مش شايف شو اللي بيتهرب من تحته. انا ما في مني، انا فلسطيني، كل الناس بتغار مني، صني يا رب منهم واحميني، خليهم يحلوا عني، خليهم يحلوا عني. تقرفيني انتي؟ عم افهمي، انا زلمه صايم وحالي مش طايقه. شو يعني صايم؟ ما كل الناس صايمه. لا يا اختي، انا صيامي غير شكل، غير عن كل الناس، صيامي عليك اشكاش. الله يرضى عليكي، ابعدي عني، انا مش فاضي لوجعة هالراس ولا الورا ولا المعاملات. احمدي الله اني جاي مداوم اصلا. انت بدك تحملني جميله بصيامك ودوامك؟ كمان تتنفضي ومش عاجبه؟ عمي روحي من هون، بلاش اضيع صيامي عليك. الله يرضى عليكي. قال لك وارجع بعد العيد، قال لك واذا ما رجعتيش بكون احسن. شو المسخره هاي؟ وين مصر على الهبل هذا؟ وين بدك تعال قهوه وجهي؟ مسخره هاي. اخذ ايدك وما تعطي، هذا اللي ضاير علي. اللهم اني سوري. انا وين بصيح برا هذا؟ ولكم شو في برا؟ شو في؟ الصياح هذا برا كله ليش؟ انا هلا بدي اعرف مين بصيح، بسرعه بتشوفوا لي مين وبترجعوا لي. مع السلامه. مرحبا. يا هلا. انا عندي شكوى عن موظف عندك برا. تفضلي استريحي بالاول، احكي لي شو في مالك، هدي لي حالك شوي واحكي لي شو في. انا اسفه بس عن جد في موظفين غير مسؤولين عن شغلهم، ومره ما عندهم الضمير يعني على الشغل. طب انت اهدي شوي، اهدي فهميني شوي شوي شو اللي صاير. انا اقول لك الموضوع. تفضل. الموضوع انه امبارح اجيت لهون وطلب مني الموظف اللي عندك ورقه من الداخليه. حلو. جبت له اياها على اساس نخلص المعامله اليوم. دخلت على المكتب كان يوم، قلت حرام هذا مضغوط من الشغل وتعبان. فصحيته، لما صحيته بلش يصرخ فيي ويبهدلني، ولا تقول عامل جريمه ولا اشي. يعني هلا هذا الصياح اللي برا من الموظف من عندي؟ صحيح. شو اسمه الموظف؟ والله بعرف. شكله كيف شكله؟ ايه هو ناصح شوي. خلص انا عرفته. ابعتولي ابراهيم فورا هلا بدي اياه. سلام. هلا بشوفه. هدي حالك انت، ما بتكوني الا مبسوطه ان شاء الله. بعت وراي؟ تعال بدي اياك. تعال. كم مره بدي احكي عن نفس الموضوع؟ انا كم مره بدي اعيد نفس الموضوع؟ مظبوط اللي بتحكي له اختي انت اللي جاي بتصيح برا؟ رد علي! مزبوط بس طلع علي هون! بعدين معك يعني؟ كم مرة بدنا نحكي نفس الموضوع احنا؟ انا بديش اعرف انام في المكتب، بديش اعرف انام انا، في دور الاولاد مجمديني، هون تصيحك معبي الدنيا، وين اروح انخبط؟ وين اروح انام؟ ولكم انا صايم، افهموا شو يعني صايم!
تكون جننوني انتو. روح اصرف على مكتبك، بديش اسمع حسك من اول لاخر مره. روح اصرف، روح من وجهي، طلع عليك هاي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله، شو هالمسخرة؟ شو بتسوي انت التانية؟ روح من وجهي انت اخر واحد يعرف ينام في المكتب. خير ابو حميد. سنو رفيق وينه؟ ليش والله تاخير؟ وين كاين؟ اسكت يا زلمه اسكت، مش حمايتي ماتت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شو تحكي؟ طب كيف ماتت؟ والله كنا انا وياها واقفين على الطابق الخامس على البرندا بنحكي. اه وقع. وال شو بشع؟ شو الموته؟ لا يا زلمه هي ما وقعت على الارض. ولا كيف ماتت؟ وقعت على سلك الكهرباء. وال شو بشع؟ ماتت من الكهرباء؟ لا يا زلمة الكهرباء كانت مقطوعة يا حمد. مالك يا زلمة كيف ماتت؟ حبل الكهرباء رفصها على بركة السباحة. وال شو بشع؟ ماتت غرقانة؟ لا يا زلمة المية رفعتها على الرصاص والرصاص رجعها عندي على الطابق الخامس. يا زلمة هبالكني انت بتاخذ تجنني، ما انت بتحكي لي انها ماتت. والله لما رجعت لي انا كنت قرفان منها وزهقان فخنقتها. ريحتها في الشوف. انا خلاص شو بتحب تطلبه؟ مش عارفة، أنت شو حاب تطلب؟ والله أنا جاي عبالي بيتزا. أوكي ماشي تمام؟ خلص معناته بطلب اللي ولك بيتزا. طب اللي قولك بلاش بيتزا. إنه إيش يعني جاي عبالك إشي تاني؟ شو بدك؟ يعني لا مش عارفة مش عارفة. طب إنه إيش بس يعني جوعانة فعشان نعرف شو بدنا نطلب لك شو؟ جوعانة؟ أنا مش عارفة. إيش مش عارفة؟ شو اللي مش عارفة يعني؟ الواحد بيعرف يا جوعانة يا مش جوعانة، شو مش عارفة؟ يعني هو مش جوعانة ومش جوعانة، يعني نص نص، مش عارفة. يعني هلا أطلب إلي وبناكل سوا؟ لا. طب خلص يعني ما بطلب لحالي، زي ما مثل ما بدك. ولا لك بس كمان شوي أجوع. طب خلص بطلب لك ومن يعني لحد ما يجي الاكل بتكون جوعتك تمام. طب افرض لما يجي الاكل ما كنت جوعانه يا ستي بنحط الاكل قدامي يعني بس جوعت تاكلي. طيب مو ببرد هيك؟ معلش يبرد نطلب اكل ثاني. معلش ما احنا ناقصنا التبذير هذا يعني بس مصاريف زياده. خلينا اللي بيزيد بنخليهم يلفوا لنا اياه ونروح ناكله بعدين بالبيت تمام. طب افرض اذا انا بالبيت كنت جوعانه ما كان جعبه ياكل بيتزا. ابي اكلها انا البيتزا خلصينا عاد. بالله جد انت تقولها وانا ضلي بالقله؟ اوووه هالشغله هلا فاهميني انت بدك تاني يعني اطلب لك شيء ولا بلاش؟ لا ما بدي. بلاش احسن انا ميت جوع بدي اكل لحالي وين الزلمه هذا؟ ولا اقول لك اطلبها بالتونه. بس انا بحبش البيتزا بالتونه. انا بحب البيتزا بالتونه. الله يمر اهل اليوم على خير. يعني انا اللي راح اكل، انا اللي راح اكل مش انت. طب احتمال لما يجي الاكل اجوع بدي اكل معك. هلا انت فاهميني انت بدك تاكلي ولا لا؟ يعني احتمال اكل. يعني هلا عشان انت احتمال انك تاكلي انا بدي اطلب بيتزا بالتونه. يعني بالضبط هيك. هي واذا حضرت جوعتي واكلتي انا شو بدي اكل؟ احتمال اصلا ما اكلش معك. رحمتك يا رب رحمتك يا ربنا. المشوار ايش فيه؟ مالك احكي لي. انا اللي مالي انا اللي بتفتق قاعد. انت اللي مالك يعني اخر فتره كل ما احكي كلمه صاير تصيح فيي. شو القصه؟ طيب حقك على راسي يا ستي حقك على راسي. بس انا بدي افهم شغله. هلا اذا انت ما جعتي وما اكلتي انا بدي اضطر اكل بيتزا التونه اللي انا مش طايقها. يعني انت تاكل وما اكلش؟
اي حلي عنا يا حلي عنا لا بدي اكل ولا بدي اشرب حلي عنا يا لكم وينكم؟ خلاص يلا هي تفشتوا تعالوا تعالوا جيبي عبير يلا تعالوا يلا يلا بسرعة 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 هلبك يا سمحة فضلي شو تحبك هلبك بدي أطلب بيتزا عنا بيتزا بالتونة كثير طيب شو رأيك فيها؟ شو بيتزا بالتونة؟ في حد بأكل بيتزا بالتونة؟ لا بدي بيتزا عادية زاكي كثير كثير بالخضر لو سمحت شكرا شكرا اسلام هاي بيتزا بتونة خذ لك هذاك